أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في درس السبت في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونحن في بداية هذا اللقاء أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. الإخوة الأحباب، لعلكم تعلمون أننا تحدثنا في أسبوعنا الماضي عن صفحات من حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصحابته الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن صحابي آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومعظمنا يعلم القليل عن حياة سيدنا عمر، والمسلم مأمور بأن يتتبع حياة الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ويقتدي بهم، كما قال النبي، لا سيما الخلفاء الراشدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنته وسنة الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن من السابقين في الإسلام، وإنما تأخر إسلامه، وكان في بداية الإسلام شديد على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بإسلام واحد من هؤلاء أو من هذين الاثنين، إما بدخول عمر بن الخطاب في الإسلام أو بدخول أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. وكان أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى، وأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما أبو جهل فأنتم تعلمون أنه مات على الإيه؟ مات على الكفر، عليه لعنة الله. فأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام. تعرف يعني أعز الله الإسلام؟ يعني كان الإسلام ما زال في البداية ضعيف، ولما دخل سيدنا عمر بن الخطاب أصبح الإسلام قويا، أصبح الإسلام عزيزا. هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام. يعني بنأخذ من هذا أن المسلم يعني لابد وأن يقدم شيئا للإسلام، ويستشعر دائما يعني حتى ولو كان يعيش بين أناس غير مسلمين، يستشعر العزة في الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخفي إسلامه. كان الصحابة في بداية الإسلام، في بداية الدعوة الله سبحانه وتعالى، إذا دخل واحد فيهم في الإسلام بيدخل متخفيا، لا يعلن إسلامه ولا يجهر به، وإنما كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الخفاء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في الجهر هكذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصحابة إلى دار الأرقم، دار بعيدة عن أعين المشركين والكافرين، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما سيدنا عمر لا، لما دخل في الإسلام أعلن إسلامه. ولذلك لما دخل في الإسلام يعني كما يقول الرواه سأل وقال: أي قريش أنقل للحديث؟ يعني أي قريش أنقل للحديث؟ يعني أي واحد ينقل في ناس كده سبحان الله، يعني حينما تكلمه بكلمة ينشرها مباشرة، يأتي ويتكلم مع هذا ويأتي ويتكلم مع هذا ويأتي ويتكلم مع هذا، كأنه قناة فضائية. فسيدنا عمر بن الخطاب لما دخل في الإسلام سأل: أي قريش أنقل الحديث؟ أي واحد بينقل الكلام سريعا؟ فقيل له أن أنقل واحد للحديث اسمه جميل ابن معمر أو معمر الجمحي، جميل ابن معمر الجمحي. ده كان يعني
دائما يعني ينقل الأحاديث للناس، يسمع الكلمة من هذا وينقلها لهذا، ويسمعه من هذا وينقلها لهذا مباشرة. فلما دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام، جاء إلى جميل هذا وقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ بيقول له يعني هكذا: ألا تعلم أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ فجميل هذا يعني كما يقول الرواة: فوالله ما راجعه، يعني هو سمع الكلمة من سيدنا عمر بن الخطاب ولم يتكلم معه، وقام سريعا يجر رداءه، وقام مسرعا وجرى ناحية قريش وسيدنا عمر خلفه يتبعه، حتى إذا قام جميل هذا على باب المسجد ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبغ. كلمة صبغ في اللغة معناها كفر، يعني كفر بالآلهة وكفر بالأصنام وكفر بما تعبدونه وكفر بالأوثان التي تعبدونها. ألا إن عمر بن الخطاب قد صبغ. فطبعا سيدنا عمر كان خلفه وقال له: كذبت، قل لقد أسلم، دخل في دين دخل في دين محمد. قال له: كذبت، وإنما أنا أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يبقى ده موقف من في بداية الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العزة والقوة، ولا يرهبه أحد. كما قلنا من قبل، الواحد كان يدخل في الإسلام متخفيا، إنما سيدنا عمر منذ أن دخل في الإسلام وأعلن إسلامه وأصبح الإسلام بسبب عمر بن الخطاب في عزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعز اللهم أعز الإسلام. وبأحب الرجلين، إما بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. ولذلك لما دخل سيدنا عمر في الإسلام تميز الإسلام بالقوة والعزة والمنعة، وأعلن كثير من الصحابة إسلامهم. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن إسلام عمر كان فتحا. لما دخل عمر في الإسلام فتح الله سبحانه وتعالى على المسلم. إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته، يعني هجرته إلى المدينة المنورة، كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. لما تولى الخلافة بعد سيدنا أبو بكر الصديق كانت رحمة على المسلمين، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. ما كانش واحد يجرؤ أنه يجهر بإسلامه أو يعلن بصلاته إلا بعدما دخل عمر في الإسلام. سيدنا عبد الله بن مسعود يحفظ هذا التاريخ ويقول: ولقد كنا ما نجرؤ أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. فلما أسلم، يعني لما دخل عمر في الإسلام، قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. ومعظمنا يعلم موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر للمدينة المنورة. الصحابة هاجروا سرا، سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، كل واحد يهاجر متخفيا وسرا حتى لا يعلم به كفار قريش فيقومون بالطهاد وتعذيب. إنما سيدنا عمر بن الخطاب لم يهاجر سرا، وإنما هاجر جهرا وأعلن هجرته وأزل قريش بهذه الهجرة. سيدنا عبد الله بن عباس بيروي هذا الموقف ويقول أن سيدنا علي بن أبي طالب قال لسيدنا عبد الله بن عباس: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا. كل واحد كان يهاجر في الخفاء في السر إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه، أخذ سيفه معه وذهب إلى الكعبة في المكان الذي يجتمع فيه كبار الكفار وكبار المشركين، وقال لهم: من أراد منكم أن تثقله أمه، يعني أمه تفقده خلاص يصبح في عداد الموت كأنه لم يكن، من أراد منكم أن تثقله أمه ويوتم ولده، خلاص أبنه يصبحون أيتام، أنه خلاص لو دخل في مواجهة مع عمر بن الخطاب كأنه تقابل مع القطار، خلاص يعني سيروح في لحظة. فهو أعلنها، قال لهم: من أراد منكم أن تثكله أمه ويوتم ولده ويرمل زوجته فليلقني بسيفي هذا. فما قام منهم أحد، ولا تجرأ أحد أن يأتي ويلتقي مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا بالسيف ولا بدونه. وهاجر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهرا ولم يهاجر متخفيا ككثير من الصحابة. ربما بعض الناس
يقارن في هذا الموقف بين هجرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أن تموي يعني هل كان سيدنا عمر بن الخطاب أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر سرا، صح ولا لا؟ لما ذهب إلى بيت سيدنا أبو بكر وخرج في الليل، ثم سار حتى وصل إلى 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 غار ثور واختبأ في الإيه في الغار، ووصل المشركون إلى الغار، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله إيه الله ثالثهما. يعني هل كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وانما موقف النبي صلى الله عليه واله وسلم هو موقف اسوه وقدوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو هاجر جهرا لكان هذا الزام لكل الصحابه ان يهاجروا جهرا اقتداء وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فعلوا ذلك كان من الممكن أن قريش تضطهدهم وتقابلهم في الطريق وتأخذ منهم أموالهم ويعذبونهم. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنما موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده موقف يعبر عن إيه؟ موقف فرد من سيدنا عمر بن الخطاب، هو يعني أراد أن يقوم بهذا العمل، ده لا يمثل إلا نفسه، إن فلذلك هاجر جهر، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأمر. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما من ناحية الشجاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه من أشجع العرب ومن أشجع يعني والمواقف في ذلك كثيرة. كيف أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم لما فر كثير منهم في غزوة أحد من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني لم يهرب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت وأعلن عن نفسه: أنا النبي، أنا هنا في مكاني هذا. فإذا يعني إذا ورد إلى ذهن واحد فينا مثلا أن يقارن بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشجاعة وبين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع من إيه؟ من عمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر جهرا لكي يكون في ذلك أسوة، ولكي يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ يسمى في الحياة بمبدأ الحيطة والحذر. الإنسان يكون حذر ويكون عنده احتياط الأمني أو الناحية الأمنية في 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 أعماله الدعوية وفي أعماله الإسلامية. ويعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ آخر اسمه مبدأ التخطيط والتنظيم في الأعمال، ما تكونش الأعمال عشوائية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يخرج من بيته بدون تخطيط أو تنظيم، أو يحمله الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى المدينة المنورة. ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هاجر أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، من مكة عفوا إلى فلسطين في 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 ثواني معدودة، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يهاجر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كما هاجر به من كما أسري به من مكة إلى إيه؟ إلى فلسطين. ولكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا أمثلة عملية في حياته من باب التأسي والاقتداء في عملية التخطيط والتنظيم والتدبير في حياتنا. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم السابقة ناس محدثون. يعني ناس محدثون يعني ملهمون، الله سبحانه وتعالى يلهمهم الصواب في 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 أقوالهم وأفعالهم. وكأن هناك يعني من محدثون، يعني كأن في واحد بيحدثه، كأن في وحي بيوحي إليه. فإن يكن في أمتي نوع من البشر هكذا، فهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح: لو كان من بعد نبي لكان عمر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الايه؟ خاتم الانبياء والمرسلين. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. لكن بيقول لو كان فيه نبي كان هيكون ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه واله وسلم: ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
وقال سيدنا عبد الله بن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. يعني إذا حدث مثلا موقف في 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 على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان للصحابة فيه رأي وكان لسيدنا عمر بن الخطاب رأي آخر، نزل القرآن يوافق رأي سيدنا عمر بن الخطاب. وكثيرة هي المواقف التي نزل فيها القرآن الكريم يؤيد رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواقف كثيرة، منها على سبيل يعني في مواقف سنحكيها من بعد، مواقف كثيرة حدثت في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل فيها القرآن يؤيد رأيه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أنه رأى قصرا لسيدنا عمر رضي الله عنه في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر. يعني شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل الذي سيدخل الآن ده من أهل الجنة. في الأول طلع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثاني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كان سيدنا عمر رضي الله عنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، قصر كله من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لشاب من قريش. هذا القصر لشاب من إيه؟ من قريش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فظننت أني أنا هو. أو طالما لشاب من قريش، ما الرسول صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما 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 قال لي الملك أن هذا القصر لشاب من قريش، ظننت أني أنا صاحب الإيه؟ القصر. فقلت: ولمن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. هذا القصر ليس لك وإنما هو لإيه؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رواية البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، امرأة من الحور العين تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. يعني سيدنا عمر صلى الله رضي الله عنه كان شديد الغيرة، فبيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ذكرت غيرة عمر يعني على 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 نسائي فوليت مدبرا. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخله الغرور ولم يدخله الكبر والتفاخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصر في الجنة ورأى يعني امرأة له من الحور العين في الجنة، وإنما بكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني هل أغار منك يا رسول الله؟ فأيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بيقول لسيدنا عمر في 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 الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فسيدنا عمر بيقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني هي نفس الإنسان دائما يعني الإنسان دائما يحب نفسه ويقدمه على على أي شيء آخر. فسيدنا عمر اعترف بهذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من ولدي ووالدي، ولده اللي هو أولاده ووالده والده وأبوه وأمه إلى آخره. فبيقول له: أنت أحب إلي من كل شيء، من ولدي ووالدي والناس أجمعين، ولكن يعني أنت أحب إلي إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لن يكتمل إيمانه سواء سيدنا عمر أو أي واحد في المسلمين، لن يكتمل إيمانه إلا إذا كان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه مقدم على حبه لنفسه. فسيدنا عمر لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. خلاص يعني جاهد نفسه حتى تمكنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن خلاص أصبحت يعني من ناحية الإيمان ومن ناحية الدين يعني أصبح إيمانك كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم شربت يعني اللبن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب اللبن،
يقول حتى أنظر إلى الري يخرج من ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم. يعني من كثرة علم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن العلم الذي يفيض منه يأخذه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا بأن هناك كثير من المواقف في حياة سيدنا عمر وافق فيها الوحي ووافق فيها القرآن رأي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هذه المواقف ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاث مواقف، يعني من ضمن المواقف التي يعني حديث واحد فقط ذكره الإمام البخاري، لكن المواقف كثيرة. من ضمن هذه المواقف سيدنا عمر بيقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة عند مقام إبراهيم. الصحابة في البداية لما كانوا يطوفون بالكعبة لم يكونوا يصلون عند مقام إبراهيم، فسيدنا عمر أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الذي يطوف بالكعبة يعني من الأفضل أنه يصلي عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني تأسيا واقتداء بسيدنا إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعني ليقر هذا الأمر بدون وحي، فنزل قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولذلك يسن لمن يطوف حول الكعبة بعد أن يطوف يصلي عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، يصلي ركعتين. الموقف الآخر يقول فيه سيدنا عمر بن الخطاب وآية الحجاب، آية الحجاب، يقول سيدنا عمر قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين وكان الله غفورا رحيما. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده الموقف الثالث، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، فنزلت هذه الآية، نزلت الآية التي في سورة التحريم والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار إلى آخر الايه إلى آخر الآية. فهذه مواقف في حياة سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي فيها أن القرآن الكريم نزل مؤيدا لإيه؟ نزل مؤيدا لرأيه وفكره في بعض الأمور التي حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ضمن المواقف التي أيد فيها الوحي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنتم تعلمون كما تحدثنا في دروسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المواقف العديدة التي فيها قلة الاحترام وحدثت من عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله كبير المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه تكلم في عرض زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها اللي هو حديثة الإفك التي تحدثنا عنها في آخر دروسنا في السيرة النبوية. وأيضا قال في إحدى الغزوات اللي هي في غزوة بني المصطلق لئن رجعنا لما نرجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لإيه؟ الأزل، يعني أنا لما أعود إلى المدينة وأنا العزيز لأنه كان من الأنصار سأخرج الرسول، يعني هو معنى كلامه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل عليه لعنة الله، هو معنى كلامه أن الرسول ذليل وأنه هو العزيز وأنه سيخرج الرسول من المدينة ليخرجن الأعز منها لإيه؟ الأزل. ولكن سبحان الله يعني في مواقف الولاء والبراء يؤيد الله سبحانه وتعالى دين الإسلام ويؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بابنه اللي هو ابن عبد الله ابن أبي، كان اسمه عبد الله أيضا الابن الصالح اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما وصلوا إلى المدينة وقف عبد الله ابنه وقف على أبواب المدينة وقال لأبيه لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أنت الذليل ورسول الله هو العزيز. شوف ابنه
وقف له بالمرصاد على باب المدينة هكذا وقال له لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله, أنت الذليل وهو الإيه؟ وهو العزيز. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه مرة ومرة, يعني كثيرة هي المرات التي عفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقف هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. لكن المشكلة أنه لما مات دعاه ابنه عبد الله ابن هذا الرجل المنافق, دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه, قال له يا رسول أبو مات وهو يحتاج إلى أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي هذا الرجل المنافق الذي تكلم في عرض عائشة وقال في يوم من الأيام ليخرجن الأعز من الأذل, أتصلي علي يا رسول الله؟ سيدنا عمر لو معروف بشدته في الحق, أتصلي على ابن أبي يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم متبسما أخر عني يا عمر, يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب حتى يصلي على هذا الرجل. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكثر يعني أراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على هذا الرجل المنافق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له أخر عني يا عمر, إني خيرت فاخترت, يعني خيرت بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة عليه, فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يصلي عليه وبين أن لا يصلي, فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها, لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا من المنافقين, يعني ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني لو صليت عليه أكثر من 70 مرة أن الله سبحانه وتعالى يغفر له لزدت على السبعين مرة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف من الصلاة عليه, فلم يمكث إلا يسيرا وقت قليل حتى نزلت الآيتان من سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يعني أيد القرآن الكريم موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو لا تصلى عليهم أن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم, أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فالموقف هنا أيد رأي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الوحي, أيد موقف سيدنا عمر في عدم الصلاة على الإيه؟ في عدم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين. وده أيضا كان أحد المواقف التي أيد فيها القرآن الكريم رأي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى ده دلالة على شفافية قلبه ونقاء قلبه وصفاء سريرته, بدليل أن كلامه يكاد أن يكون وحيا, بدليل أن الموقف أن الوحي نزل مؤيدا له في كثير من الايه في كثير من المواقف. وسبحان الله, الصحابي الوحيد الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الشيطان لا يستطيع أن يقربه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لا يعني مش مستحيل أن الشيطان يجلس في نفس المكان الذي فيه سيدنا عمر بن الخطاب أو حتى يسير في نفس الطريق الذي يسير فيه سيدنا عمر. في صحيح البخاري عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه, وفي رواية يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته, فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا من عند رسول الله أي النسوة يبتدرن الحجاب, يعني خفنا من عمر رضي الله عنه. فقال له النبي, فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول, دخل سيدنا عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك, تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال له سيدنا عمر أضحك الله سنك بأبي وأمي, ما أضحكك يا رسول الله؟ يعني ما الذي جعلك تضحك؟ فقال له يا عمر عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي, أي من النسوة اللاتي كنا عندي, فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب, يعني قمنا يعني مشرعات واختفينا من أمام. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله فأنت يا رسول الله لا أحق أن يهب. ثم قال, توجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحديث إلى هؤلاء النسوة وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يعني ده عمر, أنت أفض, أنت شديد, أنت أفض وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم, يعني مش مجرد كلام هكذا ولا مجرد أحاديث ضعيفة ولا خرافات. الحديث في البخاري يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفسي بيده, لأن الأنفس بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يراك في طريق ما يهرب من الطريق ويفر إلى طريق آخر, وهذا قسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر محمول على الحقيقة وليس على المجاز, يعني الأمر مش مجرد مجاز وإنما على الحقيقة. فعلا الشيطان حينما يرى عمر في مكان ما أو يسلك طريقا ما يغير الطريق مباشرة. والذي نفسي بيده ما وجدك الشيطان سالكا فجا إلا سلكا فجا غير فجي. وفي رواية أخرى روى الإمام الترمذي في السنة بسند صحيح قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. وفي شياطين الإنس وفي شياطين الجن, فالكل يفر من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهور بشدته في الحق وقوته في دين الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الإمام النووي عليه رحمة الله يقول بأن هذا الحديث محمول على ظاهره, أي يعني فعلا الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وذهب إلى فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. الشيطان الذي يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقابلوه من حيث لا ترونه, يعني هو يرى عمر وعمر لا يراه ومع ذلك يخاف منه, يخاف الشيطان أن يفعل فيه عمر بن الخطاب شيء فيهرب من طريق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ففعلا كانت حياة سيدنا عمر بن الخطاب عزة لنفسه وللإسلام والمسلمين, وكانت شخصيته قوية, شخصية مهابة لا يخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم, حتى إنه كان إذا رآه رجل تمنعه هيبة عمر من أن يطلب منه حاجته التي جاء من أجلها فيرجع ولم يقض حاجته. يعني يأتي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يطلب منه شيء, لما يرى سيدنا عمر يخاف أنه يطلب منه أي شيء فيرجع ولا يطلب شيئا من سيدنا عمر. وهذا حدث في مواقف كثيرة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, منها موقف مثلا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. رواه الإمام البخاري في الصحيح يقول مكست سنة, سيدنا عبد الله بن عباس يقول سنة مكست سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية, يعني عن تفسير آية في كتاب الله سبحانه وتعالى, فما أستطيع أن أسأله هيبة له. من المهابة, من المهابة لسيدنا عمر, لا يعني سنة كل مرة كده يريد أن يسأله لا يستطيع أن يسأله, مهابة لسيدنا عمر رضي الله عنه. يقول حتى خرج حاجا فخرجت معه, لما خرج الحاج خرج معه سيدنا عبد الله بن عباس. يقول فلما رجعت وإحنا يعني هم وهم في طريقهم الحاج لم يسأل, وهم يؤدون مناسك الحاج لم يسأل, وهم يعني في الرجوع في طريق الرجوع سيدنا عبد الله بن تحين الفرصة, قال في فرصة يعني لاحت له فرصة في مرة من المرات. يقول فلما رجعت وكنا ببعض الطريق سرت معه فقلت له يا أمير المؤمنين, كان في هذا الوقت خليفة المسلمين, يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه, الآية التي قلنا من قبل في سورة الايه في سورة التحريم عسى ربهم طلقكن أن يبدلها وزوجا خيرا منكن. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسأل سيدنا عمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه, فقال تلك حفصة وعائشة. سيدة حفصة بنت سيدنا عمر وعائشة بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس يقول لسيدنا عمر والله إني كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة, بقالي سنة وأنا أريد أن أسألك هذا السؤال فما استطيع هيبة لك, لا أستطيع أن أسألك هذا السؤال هيبة ومخافة. قال له يا ابن عباس لا تفعل, ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. يعني في أي موقف من المواقف تعلم أن عندي علم في هذه المسألة فاسألني, فإن كان لي علم خبرتك به. الإمام مسلم في صحيحه بيروي موقف يعني بيدل على 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 قوة شخصيات عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى بين الصحابة الذين كانوا يقومون له ببعض حوائج. عارف مثلا واحد حجام, واحد يحلق, ف
فسيدنا عمر بن الخطاب يعني كان حتى الذي يقوم بهذه الأمور يخاف أن يقترب منه. فالإمام مسلم في صحيحه يروي أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعمل له عملية الحلاقة، يقص له سيدنا عمر بن الخطاب. وكان رجلا، بيقول بقى سيدنا عمر بن الخطاب كان رجلا مهيبا، فالحجام بيحلق ويقص الشعر، فتنحنح عمر هكذا تنحنح عمر، فأحدث الحجام، يعني أحدث يعني بال على نفسه، لا بس لما سيدنا عمر كده تنحنح، بس تنحنح عمر، فأحدث الحجام يعني بال على نفسه، فأمر له عمر بأربعين درهما. والواقعة كما قلنا في صحيح الإمام مسلم، فيعني قوة. ولذلك لما تولى الخلافة ما لم يكن كل الصحابة راضين عن خلافة سيدنا عمر، خافوا أنه قال لك ده كيف سيفعل بالمسلمين، وسنتحدث عن هذا من بعد من شاء الله في ولاية سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة، لما استخلفه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يتمتع بفراسة وشفافية ينظر وجودها في هذا الكون، وهي نعمة امتن الله عز وجل بها عليه. تعرف الشفافية لما يرى إنسان ماء، اللي هي الفراسة، تقوى فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لما يرى إنسان ماء حتى ولو يعني ربما يعرف اسمه أو يعرف موقف، لا هو لم يره من قبل وإنما يعرفه من خلال الفراسة. ولذلك يروي الإمام الذهبي في كتاب السير في أعلام النبلاء أن الأسود العنسي ده كان واحد من الذين تنبأوا تنبأ يعني ادعى النبوة، الأسود العنسي عليه لعنة الله، مثل مسيلمة ما في بعض الناس هكذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير منهم تنبأ قال لك خلاص الرسول مات والنبي مات، فأنا إيه أنا نبي. ولا أدري يعني هل لم يسمعوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، لقد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فمن ضمن الذين ادعوا النبوة الأسود العنسي هذا، ادعى النبوة فبعث إلى أبي مسلم الخولاني فأتاه بنار عظيم. أبو مسلم الخولاني يعني من كبار المؤمنين، فأرسل إليه الأسود العنسي على أساس أنه يكفر بـ 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 بالإسلام ويدخل في مع الأسود العنسي فيما ادعوه من إيه؟ من كذب وافتراء. سيدنا أبو مسلم الخولاني لم يصدقه على كذبه وافترائه، فأشعل الأسود العنسي نار عظيمة وألقى أبو مسلم فيها، يعني كما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ألقى هذا الرجل الصالح في هذه النار فلم تضره النار، يعني الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه. فقيل للأسود الحاشية التي حوله قالت له لهذا الرجل المتنبي اللي هو يعني ادعى النبوة، إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من اتبعك، ما هو خلاص طالما أن النار كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، لو لم تنفيه عن بلادك خلاص الناس سيلتفون حوله ويتركونك إيه ويتركونك عنك. فأمر به سيدنا فأمره بالرحيل. الأسود العنسي قال له ارتحل من الايه من اليمن، فترك اليمن وقدم للمدينة، فأناخ راحلته ودخل المسجد وصلى، فبصر به سيدنا عمر بن الخطاب، رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو في مؤخرة المسجد، وكأنه وقع في قلبه أنه أبو مسلم، يعني سيدنا عمر لم يره من قبل ولكن سمع بالقصة. سيدنا عمر هو في هذا الوقت الخليفة، ويعلم أن هناك من ادعى النبوة في اليمن اسمه الأسود العنسي، ويعلم أنه أشعل نارا وأرمى فيها أبو مسلم، يعني سمع بهذا الأمر، ما كانش بقى فيه فضائيات بتنقل الحدث مباشرة، سمع. فلما رأى هذا الرجل في مؤخرة المسجد كأنه يعني وقع في نفسه أن هذا هو أبو مسلم الخولان، فقام إليه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل هذا الذي حرقه الكذاب بالنار؟ أنت من اليمن أكيد عندك خبر بهذا الرجل الذي رمي في النار الذي رماه هذا الكذاب، ما فعل هذا الكذاب ما فعل هذا الرجل الذي رماه الكذاب في النار؟ فقال له أبو مسلم، أبو مسلم ده كنيته، الإنسان لما يكنى بأبو فلان أو أبو فلانة دي كنية، والخولان ده اسم القبيلة. فقال له أبو مسلم الخولاني ذاك عبد الله بن ثوب، يعني ذكر له إيه اسمه بدون كنية،
لم يقل له أنا، وإنما يعني من إخلاص الرجل لم يرد أن يفصح عن إيه، لم يرد أن يفصح عن نفسه. فقال له ذاك عبد الله بن ثوب، قال نشدتك بالله، سيدنا عمر بن الخطاب يخاطبه ويقول له نشدتك الله، أأنت هو؟ شوف يعني من فراسة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أأنت هو؟ يعني أنا يعني أنا كأنه غلب على ظن أنك أنت هذا الإيه، أنك أنت هذا الرجل، أأنت هو؟ فقال له اللهم نعم، يعني فعلا ما هو الرجل لن يكذب، هو أراد أنه لا يفصح عن نفسه حتى يعني يبتعد عن الرياء والسمع الآخر هذه الأمور. فقال له نعم، اللهم نعم. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتنقه وبكى، ثم ذهب سيدنا عمر به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق، بين سيدنا أبو بكر، كان في هذا الوقت سيدنا أبو بكر الصديق والخليفة عفوا، فأجلسه سيدنا عمر بن الخطاب بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق، فقال سيدنا عمر بن الخطاب الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل، وقال الله سبحانه وتعالى للنار كوني بردا وسلاما عليه. يعني هو بيحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى من على واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة، إن في الكرامة ده شيء بيكون يعني على سبيل التكريم، تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان لولي من أوليائه، إن في فرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة ده أمر خارق للعادة لا يجريه الله سبحانه وتعالى إلا على إيه؟ إلا على يد نبي، يعني ما يجري الله سبحانه وتعالى على يد نبي من الأمور الخارقة للعادة ده بيسمى بمعجزة، إنما ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من الأولياء ده بيسمى إيه؟ كرامة. فمن ضمن الكرامات التي حدثت في هذا الوقت اللي هي كرامة أبو مسلم الخولاني لما رماه الأسود العنس في الإيه؟ في النار، ولم تمسه النار لأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ يعني أمرها بأن تكون بردا وسلاما عليه. فسيدنا عمر بن الخطاب بيحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يمت حتى رأى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل به مثلما فعل بأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. احنا تحدثنا منذ قليل كيف أن الشيطان بيهرب من الطريق الذي يسلكه سيدنا عمر بن الخطاب. فتخيل في العبادة مثلا لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو بكر الصديق، قال له يا أبا بكر متى توتر، يعني متى تصلي الوتر؟ تعرف وقت الوتر ممتد من وراء صلاة العشاء حتى ما قبل صلاة الفجر، كل هذا الوقت من الممكن أن يصلي فيه الإنسان الإيه؟ الوتر من الممكن أن يصليه من وراء العشاء مباشرة، من الممكن أن يؤخره حتى يأتي إلى بيته حتى يعني قبل أن ينام، من الممكن أن ينام ويستيقظ قبل صلاة الفجر يقوم ببعض الركعات لليل ثم يصلي الوتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيطمئن على الحالة العبادية والنواحي الإيمانية للصحابة، فبيسأل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول له يا أبا بكر متى توتر، متى تصلي الوتر؟ فقال له أوتر من أول الليل قبل ما نام أوتر. أنا الواحد خايف إنه ينام لا يستيقظ إلا مع، ما هو طبعا مش معقول إن سيدنا أبو بكر حينام عن صلاة الصبح، صلى في جماعة يعني، ولكن بيقول له أنا يعني من باب الحذر والحيطة أصلي قبل أن إيه، أصلي الوتر قبل أن أنام، أصلي من أول الليل. فسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنت يا عمر متى توتر؟ فقال له عمر آخر الليل، آخر الليل، آخر الليل، لأنه وحتى لو نام الشيطان أصلا لا يستطيع أن هو يقرب منه ويوسوس له، لا يجعله يستيقظ لقيام الليل ولا لصلاة، فعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. فقال له أنا أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت أخذت بالحذر، وفي رواية بالحزم، وقال لسيدنا عمر أنت أخذت بالإيه؟ بالقوة. قال لأبي بكر أنت أخذت بالحزم أو بالحذر، يعني أنت خاف أن ينام، فكما قلنا من قبل هو مبدأ الحيطة والحذر، إنما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بالإيه؟ أخذ بالقوة، لأنه حتى ولو نام كما قلنا سيقوم لقيام الليل ولصلاة الصبح، من المستحيل أن يقربه الشيطان ويسوس له وينيمه عن صلاة الإيه؟ عن صلاة الصبح في جماعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي ما شاء من الليل حتى إذا كان من آخر الليل يعظ أهله ويقول الصلاة الصلاة، ويتلو قول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصحابة رضي الله عز وجل عليهم ومنهم يقولون رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا،
يعني استعمال السواك في تنظيف الأسنان. وأيضا من الـ من الـ من 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 الأقوال المأثورة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني يعني صارت بهذه الكلمة الركبان، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما تولى خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين، يقول: لأن نمت بالنهار لأضيعن الرعية. لو نام في النهار يعني في مثلا في وقت القيلولة بين الظهر والعصر لأضيع الشعب والرعية، من الممكن أن يحدث فيها شيء فتضيع لي الرعية. لأن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولأن نمت بالليل لأضيعن نفسي. وهو يريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بصحابه أبو بكر الصديق في الفردوس الأعلى، يريد أن يكون في منزلتهم. فهو يصلي في الليل ويقوم الليل، يبيت راقعا ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول: لئن قمت في النهار، لئن نمت في النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت في الليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين؟ يعني كيف أنام بين وأنا يعني متولي لأمر الرعية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكيف أنام بالليل وأنا أريد أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قلنا من قبل لما تحدثنا عن منهج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الخلافة، قلنا بأن علماء السياسة الشرعية يهتمون اهتماما مؤكدا بأول خطاب يقوم بخطبته الخليفة حينما يتولى أمر المسلمين، وده بيسمى بالبيان السياسي. حتى العلماء السياسة الشرعية على رأسهم الإمام ابن تيمية رحمة الله يسمون هذا الخطاب الأول بالبيان السياسي، لأنه يبين فيه الخليفة منهجه السياسي الذي سيسير عليه، ومنهجه الاقتصادي، ومنهجه في علاقات مع غير المسلمين، وبعلاقاته بالدول التي المحيطة به، ومنهجه في الرعية التي سيرعاها. فطبعا أنتم تعلمون ما في لما تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم. ده أول خطاب له: أنا فعلا توليت عليكم، ولكن أنا لست أحسن واحد فيكم، ولكن هو القدر وليت عليكم، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، إلى آخر هذا الخطاب، اللي هو منهجه السياسي الذي بينه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أيضا منهجه السياسي لما استخلفه سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا سيدنا في فرق طبعا بين يعني شخصية أبي بكر وبين شخصية عمر، وكل واحد له كاريزما معينة في حياته، له شخصية. والرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة ويقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم واحد في الأمة أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر. سيدنا عمر معروف بشدته في الحق، فيعني الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم يعرفون رأفة أبي بكر ويعرفون شدة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر الصديق بلغ من لينه ورأفته أنه يعني لما كان يرى الصبيان يلعبون في الطريق وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، كان يمسح على رؤوسهم، والصبيان كانوا يأتون إليه. إنما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ من هيبته، ده الشيطان بيهرب منه، بلغ من هيبته أن الرجال تفرقوا، مش الصبيان. الرجال بس لما يكونوا مجتمعين في مكان ما، تعرف خمسة ستة هكذا مجتمعين بيتكلموا في أمر من أمور الدين ولا في الدنيا، لما يروا سيدنا عمر الكل يهرب، يتفرقوا، مش الصبيان. الصبيان لما يروا سيدنا أبو بكر كانوا يأتون ويسلم عليهم ويمسع على رؤوسهم، إنما الرجال يتفرقون من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهابة له، فيتركون مجالس الرجال ويتركون مجالسهم هيبة لسيدنا عمر حتى ينظروا ما يكون من أمره. فلما تولى الخلافة، طب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده أصبح خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، كيف يعني يحكم الناس بهذه الهيبة والناس يخافون منه؟ طب هو هكذا الذي عنده رأي يريد أن يتكلم فيه والذي يريد أن يبديه لن يستطيع، هيبة لسيدنا عمر ومخافة له. فجمع الناس، نادى الصلاة، يعني جعل واحد ينادي الصلاة جامعة، لأن طبعا المكان الذي يجتمع فيه كل المسلمين في هذا الوقت هو بيت الله سبحانه وتعالى. فنادى الصلاة جامعة فحضروا، لما يسمعوا الصلاة جماعة الكل يحضر إلى المسجد، أنه تكون أمر شورى لابد أن يستشارهم سيدنا عمر بن الخطاب، فحضروا.
فجلس سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر فلما اجتمعوا قام وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بلغني أيها الناس أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي. أنا لما بسير في الطريق الرجال بيهربوا، فيعني الناس يهابون شدتي ويخافون غلظتي. فقال له يعني يعني الناس لما سمعوا أن أبا بكر سيستخلفني عليكم، قال بعضهم لأبي بكر: إن عمر كان يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه. طب أبو بكر الخليفة وعمر يعني هو نائبه وبيشتد علينا، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ده في عهد الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم حي وموجود بيننا، وسيدنا عمر الخطاب يشتد على الصحابة، وكذلك الأمر في حياة سيدنا أبو بكر وفي خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف الآن وقد صارت الأمور ومقاليد الحكم وسياسة الدولة إلى سيدنا عمر بن الخطاب، كيف ستصير الأمور؟ فقال لهم: ومن قال هذا الكلام فقد صدق. فعلا في الشدة وفي الغلظة من قال هذا الكلام فقد صدق. فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنت خادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه، سيدنا عمر يتحدث عن نفسه يقول: وكنت بين يديه، يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. سيف مسلول على الإيه؟ على 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 أهل الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمضاه يقول له تتحدث، عمر يتحدث، اسكت عمر، خلاص سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم يسكت. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. مرت في هذه الفترة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول توفى وهو عني راض. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا ينكرون بعته وكرمه ولينه وحلمه، فكنت أيضا خادمه وعونه. يقول: أنا كنت خادم في خلافة أبو بكر وعون لأبي بكر الصديق، أخلط شدته بليني، أو أخلط عفوا شدتي بليني، لأن معروف لين أبو بكر الصديق ورافته ورحمته. فطبعا اللين أنت عارف إحنا العرب يعني مش محتاجين شوية ليون، أنت ديك شايف الذي يحدث في دولنا العربية لما بس كده الأمور يعني تركت بعد الثورات. فسيدنا عمر بيقول: أنا أخلط شدتي بلين أبي بكر حتى تستقيم أموره ليه؟ أمور الرأي. إذا كان سيدنا أبو بكر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي منذ قليل، وكثير من القبائل ارتدت عن الإسلام، وكثير ادعوا النبوة، منهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسير وسبقا تحدثنا عنهم، فكيف ولو لم يكن في هذا الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لو كان فيه لين هكذا مباشرة فكان من الممكن أن تحدث كارثة في العالم الإسلامي في هذا الوقت. فسيدنا عمر بيقول: فأنا كنت أخلط شدتي بلين أبي بكر حتى تستقيم تستقيم الأمور، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل، يعني قبض أبو بكر وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. يبقى كده انتهت فترة الرسول، انتهت فترة أبو بكر الصديق، جاءت فترة عمر خليفة المسلمين. ثم أني قد وليت عليكم ووليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم. إذا وجد ظلم الشدة كينة وموجودة، إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. أما أهل السلامة والدين والقصد، أهل السلامة والذين نعرف دينهم ونعرف أخلاقهم، فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، أنا معهم لين ورؤوف ورحيم، فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يزعن بالحق. شوف يعني لو فيه واحد ظلم واحد من الرعية، آتي به وأجعل خده على الأرض وأضع رجلي على خده حتى يتنازل عن الظلم الذي ظلم به واحد من الرعية.
لذلك ما لم نسمع في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عن 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 موقف فيه ظلم في العالم الإسلامي كله مش في المدينة فقط. فسيدنا عمر يقول لا، الشدة هذه على أهل الظلم، إنما أهل الدين وأهل الأخلاق أنا ألين، أنا معهم لين كما يلون بعضهم لبعض. ثم قال وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. هو خليفة المسلمين وأمرهم، يقول أنا أضع خدي، ده سيدنا عمر بيتحدث عن نفسه، يقول أنا أضع خدي على الأرض لأهل الكفاف ولأهل العفاف، لأهل الأخلاق ولأهل الدين، هؤلاء ألين لهم. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها. ده كما قلنا بيتحدث عن 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 منهج الذي سيسير به في الرعي، بيان السياسي يعني. يقول لهم لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، لا أخذ أموال المسلمين ولا أتصرف فيها، ده لكم علي. ولكم علي إذا وقع في يدي، إذا جاء المال إلى خليفة المسلمين ألا يخرج مني إلا في حقه، أن أحافظ على أموالكم ولا يخرج المال إلا في حقه. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله، وأسد ثغوركم وحافظ على حدود الدولة المسلمة. ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، لألقي بكم إلى التهلكة. ثم قال لهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولكن قبل أن يقول يعني الختام هذا، قال لهم إذا بعثت أحد منكم في الجيوش للجهاد في الدولة الإسلامية فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. يعني مش معقول مثلا الواحد خرج وجاهد في سبيل الله ويترك أولاده ويترك عياله ولا معيل لهم، فأنا أبوهم، أنا أبو أي إنسان يخرج مجاهدا في سبيل الله، أنا أبو أولادي حتى يعود إليهم، فأنا أبوهم حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكافية عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ده كان أول أو من أولى الخطب السياسية التي ألقاها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رعاية. يقول لا تخافوا، الشدة هذه والقوة دي على أهل الظلم، إنما أهل الحق وأهل العفاف وأهل الكفاف فأنا ألين لهم كما يلين بعضهم لبعض. هنكتفي بهذا القدر في صفحات من حياة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل هذا الحديث النوراني في حياة فاروق الأمة عمر بن الخطاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.